سعداء جدا طبعا بوجودنا في بطولة كبيرة زي بطولة كأس العالم، المرة السابعة في تاريخ النادي والمرة التانية على التوالي. وسعداء أكتر طبعا إن البطولة بتقام في دولة كبيرة زي دولة الإمارات، ونشكرهم طبعا على حسن الاستضافة، ودي مش حاجة جديدة، مش حاجة جديدة على دولة الإمارات الشقيقة. دخولنا طبعا البطولة بطموح كبير جدا، النادي الأهلي كالعادة بيخش البطولة بطموح كبير، ويمكن احنا حققنا البطولة اللي فاتت المركز الثالث، عارفين ان جمهورنا بيأمل مركز افضل رغم الصعوبات اللي احنا بنمرنا بيها، سواء صعوبات قدرية الاصابات اللي حصلت لينا سواء في المنتخب بدر اكرم كابتن شناوي. الشناوي طبعا من اللعيبة المؤثرة جدا، كابتن مش لعيب بس مؤثر، لا ده كابتن فرقة وداعم كبير لينا وللعيبة وقوة كبيرة بالنسبة لنا. برضو الإصابات اللي حصلت لنا في مصر سواء بيرسيتاو سواء صلاح محسن حسام حسن، ممكن أخيرا عمار حمدي امبارح كان برضو للأسف آخر من آخر الإصابات اللي أثرت علينا جدا يعني. لكن في الآخر النادي الأهلي عندنا ثقة كبيرة جدا في اللعيبة المتاحة بالنسبة لنا، هنقاتل لأن لعيبة النادي الأهلي مقدرين اسم وتيشيرت النادي الأهلي قد إيه. نفس القصة الجهاز، نفس القصة طبعا بنفقد طبعا مستر موسيماني لحد دلوقتي يعني، يمكن هو مش موجود معانا، لكن نأمل إن شاء الله يكون بكرة إن شاء الله لما يعمل مسح إن شاء الله يكون موجود معانا. لكن في الأول والآخر أنا بتكلم باسم طبعا الجهاز واللعيبة اللي احنا هنقاتل عشان اسم النادي الأهلي وتيشيرت النادي الأهلي، وأنا عارف إن جمهور النادي الأهلي مقدر اللي احنا فيه، لكن اللي احنا نقدر نقدمه اللي احنا نقدم أقصى حاجة بالنسبة لنا، واللعيبة نفس القصة، وإن شاء الله نعمل أقصى حاجة لينا، وإن شاء الله إن شاء الله نأدي أداء كويس ونرضي طموحنا وطموح جمهورنا إن شاء الله. النادي الأهلي دايما داعم لكل المنتخبات الوطنية، مش على مستوى بس الألعاب الجماعية، لا على مستوى الألعاب الفردية، ودي حاجة من سمات النادي الأهلي. يمكن أوقات كتيرة جدا النادي الأهلي بيفضل مصلحة الوطن ومصلحة مصر على المصلحة الخاصة، وزي ما قلت لك زي ما قلت لحضرتك دي مش حاجة جديدة على النادي الأهلي. نأمل طبعا إن شاء الله المنتخب ربنا يكرمهم إن شاء الله واللي يحققوا البطولة، لكن هم هيغيبوا عننا على المباراة الأولى بس، ممكن إن شاء الله يلحقوا معانا المباراة الثانية. بالنسبة للجزئية الثانية طاهر، إحنا عندنا اللعيبة المتاحة يعني العدد مش كبير جدا، الراجل اشتغلنا على كذا حل، وممكن يكون طاهر من ضمن الحلول اللي إن شاء الله اللي نفكر فيها كده والراجل فكر فيها كده إن شاء الله. زي ما قلت قبل كده ان النادي الاهلي دايما عنده ثقه كبيره في كل اللعيبه الموجوده والمتاحه بالنسبه لنا. يمكن زي ما حضرتك قلت احنا مفتقدين لعيبه كتيره سواء جول كيبر، لكن زي ما قلت قبل كده كابتن شناوي طبعا من اللعيبه المميزه بالنسبه لنا وقائد كبير جوه الملعب وبره الملعب، لكن عندنا برضو علي لطفي من حراس المرمى مميزين جدا، عندنا شوبير، عندنا حمزه علاء نفس القصه في نص الملعب، الحمد لله رجع لنا ديانج. يمكن النقطه ديت بس بالذات اللي نقدر نتكلم عليها وبكررها كل مره، اللي احنا عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه الموجوده، كل اللعيبه المتاحه بالنسبه لنا، لعيبه مميزه، لعيبه دوليه، لعيبه عندها خبرات. يمكن اللعيبه الموجوده معانا حاليا دلوقتي معظمها لعبت كاس عالم، معظمها لعبت منتخبات، ومعظمها عندها خبرات كبيره جدا في الدوري المصري، فعندنا ثقه كبيره جدا فيهم، وانا عارف ان جمهورنا عنده ثقه كبيره جدا فيهم وهيبقى داعم ليهم ولينا، وزي ما قلت ان احنا هنعمل اللي علينا، وان شاء الله ربنا وفقنا ووفق اللعيبه ويقدروا ان شاء الله يعملوا حاجه كويسه ليهم ولنادينا ان شاء الله باذن الله. لا دايما النادي الاهلي مع احترامي كل المنافسين اللي بيلعبوا صوت النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي بيفكر في نفسه بس. النادي الاهلي الحمد لله عنده تاريخ كبير، النادي الاهلي تاني اكتر فرقه مشاركه في البطوله، ان شاء الله يكون برضو اكتر فريق مشارك في عدد المباريات في كاس العالم، فالحمد لله عندنا تاريخ كبير وعندنا خبرات كبيره وعندنا اسم كبير جدا، فاعتقد ان احنا بيبقى تركيزنا اكتر في لعبتنا وفي المتاح بالنسبه لنا، لكن بنحترم كل الفرق اللي بتلعب قصادنا. بنحترم مستر اجيري طبعا، مدرب كبير وعنده خبرات كبيره وكان مدرب منتخب مصر وعارف طبيعه وشخصيه اللعيب المصري، لكن اعتقد برضو ان عارف ومقدر تاريخ واسم لعيبه النادي الاهلي، اللي احنا ان شاء الله نامل ان شاء الله نكون على الموعد وان شاء الله نحقق ان شاء الله حاجه ترضي طموحنا وطموح جمهورنا ان شاء الله. خليني اقول لك هشام، طبعا ان طموح النادي الاهلي كالعاده اي بطوله بيشارك فيها بيبقى عنده طموح يوصل اقصى حاجه واقصى مدى، ودي حاجه طبيعه وفلسفه من فلسفات النادي الاهلي كتيره جدا يعني. لكن خليني اقول لك طبعا ان احنا الراجل بيشتغل طبعا على النواحي النفسيه كتير جدا، نعمل
محاضرات كتيرة جدا عندنا الحمد لله. برضو مجلس الإدارة معانا، كابتن على طول على تواصل مع كابتن سيد والجهاز الفني، فكل الناس بتأدي دورها. عارفين ان الموقف مش احسن حاجة بالنسبة لنا، ويمكن دي من الحاجات برضو الصعوبات اللي احنا قابلناها. طبعا موعد البطولة نفسها يعني، وكان كنا نتمنى طبعا تكون البطولة في موعد انسب من اللي احنا فيه دوت. ويمكن كان لابد من يكون في تنسيق بين الاتحاد طبعا المصري والاتحاد الافريقي، لانك انت بتمثل قارة كاملة، ما بتمثلش نادي بس او بتمثل دولة بس. لكن في الاول والاخر انت عارف النادي الاهلي دايما ما بيتكلمش في صعوبات، ما بيتكلمش في معوقات اللي هي تعوق طموحه يعني. لكن في الاول والاخر زي ما قلت وكل مره بكررها، ان احنا كلاعيبه وكجهاز وكمجلس اداره كلنا هنعمل اقصى حاجه في المتاح بالنسبه لنا، لان انا عارف النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيقدر اللي انت تعمل اللي عليك، والنتيجه طبعا دي بتاعت ربنا يعني. لكن ان شاء الله املنا كبير في ربنا، وان شاء الله نعمل اللي علينا، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله. انا لعبت قدام مونتيري مرتين في كاس العالم، مره كانت في اليابان ومره في المغرب. اخر خساره كانت 5، نتيجه تقيله طبعا على النادي الاهلي. بالعكس دي تدينا حافز ان انت تثبت نفسك، لان الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه كنا حاطين هدف لنفسنا ان اي فرقه بنقابلها وكان في خساره لينا قبل كده كنا بنحط حافز لنفسنا ان احنا لازم نكسب ونعوض الخساره اللي احنا خسرناها. فده بالنسبه للعيبه وبالنسبه لنا حافز، وحاطينه قدامنا ونحاول نكسب ان شاء الله، والتوفيق لينا باذن الله.